أكد مفوض الشؤون السياسية للسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي السفير بانكولي إيديوي الالتزام الكامل بالعمل على تطوير وسائل الإدارة بالمحليات ومنظمات العمل الشبابي والنسائي ومنظمات الأطفال. أضاف مفوض الشؤون السياسية أن هناك طريقاً طويلاً لتحقيق طموحات القارة بأجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة. سعيد جدا بوجودي في القاهرة وأتحدث نيابة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتزامنا الكامل مع العمل على تطوير وسائل الإدارة بالمحليات ومنظمات العمل الشبابي والنسائي ومنظمات الأطفال بالإضافة لتطوير حلول اللامركزية وذلك من أجل الوصول لأهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية. أمامنا طريق طويل لتحقيق طموحات القارة بأجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة، ونحن في الاتحاد الأفريقي وضعنا الخطط والأهداف والأولويات التي تسهم في السلام والاستقرار والديمقراطية إلى جانب ربط إنجازات القارة الأفريقية سويا عن طريق نقل التجارب التنموية للشعوب من أجل الاستفادة منها.